جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها سؤال آخر تقول: هل نزل القرآن على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسور بأسمائها المسماة بها الآن؟ أي مثلا سورة البقرة نزلت على الرسول بهذا الاسم، وكذلك بقية السور، جزاكم الله خيرا. أسماء السور منها ما هو منصوص عليه، ومنها ما سماها به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن السور ما اسمه وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة وآل عمران، ورد ذكرهما في الحديث أن سورة البقرة، أن القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير. وجاء في الحديث أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فمن السور ما اسمه ثابت بالنص، ومنها ما سماه به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك كان يذكر في السورة بعض الأشياء فتسمى به، مثل العنكبوت، سورة العنكبوت، سورة الجن لذكر الجن فيها، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، سورة الفيل لقصة ذكر قصة الفيل فيها، وهكذا.